هنتنقل لجزء تاني، وهي الجزء الأخير في الفصل التاني، اللي هي أجهزة القياس الكهربي. أجهزة القياس الكهربي دي هي الأجهزة اللي بقيس بيها شدة التيار، فرق الجهد، المقاومة. الأجهزة ديت بتعتمد، اللي احنا هندرسها في الفصل ده، بتعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. وفي نوعين من الأجهزة دي، يعني ايه اللي احنا درسناه، اللي هو عزم الازدواج المؤثر على ملف، يعني هي تطبيق على الشرح اللي احنا خدناه في القوة المغناطيسية. طب يعتمد على التأثير المغناطيسي اللي هو اسم الفصل بتاعنا للتيار الكهربي. الأجهزة دي في نوعين، تناظري ورقمي. الأجهزة التناظرية تعتمد على فكرة عملها على عزم الازدواج المؤثر في ملف يمر به تيار قابل يمر فيه تيار، والملف ده قابل للحركة في مجال مغناطيسي، وتعتمد على وجود مؤشر يعطي القيمة المطلوبة، مثل الأجهزة اللي احنا هندرسها، الجلفانومتر ذو الملف المتحرك، والأميتر والفولتميتر. أما الأجهزة الرقمية تعتمد على إيه بقى؟ الأجهزة الرقمية تعتمد فكرة عملها على الإلكترونات الرقمية، تعتمد على ظهور أعداد رقمية على الشاشة، تعتمد على ظهور أعداد رقمية على الشاشة تحدد القيمة المطلوبة، مثل أجهزة قياس التيار المستمر والتيار المتردد. الأجهزة دي موجودة في السوق ومنتشرة. الأجهزة الرقمية، الأجهزة التناظرية دي يعني الأول ظهرت، بعد كده الأجهزة الرقمية بدأت تنتشر. الأجهزة اللي هندرسها مع بعض وفكرتها بالتفصيل، أول جهاز الجلفانومتر ذو الملف المتحرك، بعد كده الأميتر، بعد كده الفولتميتر، بعد كده الأوميتر. وهنعرف فكرة كل جهاز شغال إزاي واستخدامه. يبقى احنا هندرس تركيبه، الرسم، حساسيته، أسئلة مهمة، الغرض منه، وظيفته، فكرته، طريقة عمله. طبعا دي مهمة جدا، طريقة عمل جهاز الجلفانومتر ذو الملف المتحرك او الجلفانومتر الحساس. الجهاز ده اول حاجه استخدامه، يستخدم الجهاز ده للاستدلال على وجود تيارات كهربيه مستمره بس ضعيفه، يعني هو بيقيس تيارات اللي هي شده التيار اي، بس شده التيار ضعيفه. بيقيس في الدايره شده التيار، الشده، وتحديد الاتجاه. وتحديد الاتجاه يبقى ده بيقيس شدة التيار المستمر الضعيف وتحديد الاتجاه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاستخدام. عايزين نتكلم عن التركيب بالتفصيل، عايزين نتكلم عن التركيب بالتفصيل، وعايزين نتكلم عن التركيب واحنا بنرسمه، عشان كل حاجة بنرسمها بنقول هي ايه، وظيفتها ايه، ومواصفاتها ايه. بس قبل ما اتكلم عن التركيب بتاعه بتكلم عن فكرته. والفكره احنا قلناها لكل الاجهزه ان هي مبنيه على عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر فيه تيار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي. دي الفكره. قبل ما اتكلم عن التركيب، عشان برضك التركيب مبني على الفكره دي، هنبدا نتكلم عن التركيب. الاطار ده كنا خدنا احنا الملف، فالملف اللي محطوط في مجال مغناطيسي، فالإطار ده هو سلك رفيع من النحاس ملفوف حول إطار خفيف، يعني ده سلك من النحاس ملفوف حول إطار خفيف من الألمونيوم، يمكن أن يدور حول محوره، يعني في محور لهذا الملف. هنرسم المحور. أدينا رسمنا المحور. تاني حاجة، قلب من الحديد المطوع موجود هنا هو في المنطقة دي، على هيئة اسطوانة ثابتة، على هيئة اسطوانة ثابتة. نرسمه. يبقى احنا رسمنا قلب من الحديد المطاوع على هيئة اسطوانة. اسطوانة الملف ده اللي هو اللي بره ده، دي الاسطوانة، الحديد ده الملف، يرتكز على حوامل من العقيق. الملف والاسطوانة والكلام محطوط بين قطبين، قطبي مغناطيس مقعرين قوي على شكل حذاء الفرس. هنرسم قطبين المغناطيس. بعد ما رسمنا القطبين المقعرين اللي الملف موجود بينهم والقالب الحديد موجود بينهم ووصفناهم وقعدنا رسم حوامل العقيق دي،
هنقول ان الملف ده بيتحكم في حركته زوج من الملفات اللولبية الزنبركية تعمل كوصلات للتيار. هنرسمهم زوج هنا بيتحكموا في حركته. ادي زوج الملفات الزنبركية او اللولبية اللي مربوطين في يعني الملف متثبت عليهم بيتحكموا في حركته. وبعدين مؤشر خفيف من الالومنيوم يتحرك على تدريج منتظم صفره في المنتصف. هنشوف المؤشر ده. ادي المؤشر اهو خفيف من الالومنيوم يتحرك في تدريج منتظم صفره. ده تدريج منتظم، التدريج ده منتظم، تراعي ان انت ترسمه منتظم يتحرك. وصفره في الايه المنتظم، صفره في الوسط. ممكن المؤشر يروح كده حسب اتجاه التيار ويروح الاتجاه التاني لو اتجاه التيار عكس اتجاهه. وده منظر تاني للملف. لو انا بصيت له كمسقط افقي، ده المسقط كأنه الرأسي وده الافقي. طبعا هو رسم يعني رسم تخطيطي بسيط عشان اوضح. دول قطبين المغناطيس المقعرين بينه، ده القطب الجنوبي وده القطب الشمالي. وعندي هنا الملف اللي ملفوف حوالين القالب ده، القالب الثابت الحديد مطاوع، ودي الملف النحاس المثبت على اطار خفيف من الالومنيوم. وادي المؤشر وادي التدريج المنتظم اللي صفره في المنتصف. تحاول طبعا ترسم بدقة الرسم ده. يبقى احنا كده عرفنا التركيب، مفيش اكتر من كده. تعال نتكلم عن بعض الملاحظات في هذا التركيب بالتفصيل، ناخدهم حاجة حاجة. بما ان فكرة عمل الجهاز هي عزم الازدواج المؤثر على الملف اللي بيمر فيه تيار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي، يبقى انا اكتب قانون عزم الازدواج اللي هو تاو بيساوي بيان ساين سيتا. انا عايز اقيس شدة التيار، فلازم اثبت التيار ماشي في الدايرة، يبقى لازم اثبت الباقيين دول كلهم اللي هي بي و اي و سوري بي و اي. مساحة الملف ثابتة، عدد لفاته ثابت، ساين سيتا طبعا ديت يعني بتتغير، انا عايز اثبتها. عشان اثبتها هنقول ازاي هنثبتها. و اي هي شدة التيار، عايز يبقى فيه ثابت، تاو بتساوي ثابت في اي، بحيث ان يحصل تناسب طردي بين شدة التيار وعزم الازدواج. لما الملف يلف بناء على التيار ده مع الثابت ده، المؤشر يتحرك ويديني قراية شدة التيار. فهي دي الفكرة، اللي الفكرة فكرة عمل هذا الجهاز، ان انا عايز المقدار كله يبقى ثابت ما عدا شدة التيار لتناسب تناسب طردي مع تاو وعزم الازدواج. عزم الازدواج ده هيلف المؤشر، هيروح عند حسب بقى قيمة التيار. التيار يزيد المؤشر ينحرف زيادة، التيار يقل المؤشر ينحرف قليل، وهكذا. نمسك عامل. عامل بي دي كثافة الفيض المغناطيسي اللي ناتج من القطبين المغناطيسيين دول. عشان كده بنستخدم مغناطيس قوي، وبنحط كمان قلب من حديد، قلب حديدي اللي هو الأسطوانة الحديدية دي، عشان تخلي معامل النفاذية المغناطيسية قوي وبيزيد بطريقة غير عادية فيقوي المجال المغناطيسي. يبقى احنا بنقول القلب الحديدي ده فايدته ايه؟ القلب الحديدي ده تركيز وتجميع خطوط الفيض وزيادة حساسية الجهاز، يعني بيزود تركيز وتجميع خطوط الفيض وزيادة حساسية الجهاز. بنقول برضك ان قطبين قويين مقعرين، اللي هما القطبين قويين مقعرين، بحيث تكون خطوط الفيض بينهما في شكل انصاف اكتر، يعني خطوط الفيض حتى بينهم هما نفسهم في شكل انصاف اكتر، مما يجعل كثافة الفيض ثابتة مهما كانت زاوية الدوران. يعني بما ان هما يبقى كده هيخلوا الخطوط اللي واخدة شكل دائري دي او انصاف اكتر، هتخلي دايما كثافة الفيض ثابتة مهما كانت زاوية الدوران للملف، لان خلاص يعني هو زاوية الدوران دي بيقابلها اكتر، مش واخدة بقى يعني خطوط الفيض مش متوازية، لا ده واخدة اشكال اكتر دائرية.
لو كانت هي اساسا يبقى في كل حالات الملف هي عمودية عليه. فبالتالي انا ثبتت كده بي، قويت بي، وساين سيتا حليت مشكلتها ان عشان تبقى ثابت خليت القطبين دول مقعرين. فبالتالي ده هيخلي، مما يجعل كثافة الفيض ثابتة مهما كانت زاوية الدوران، ويخلي خطوط الفيض موازية لمستوى الملف وعمودية على الضلعين الطويلين وطويلين، طبعا اللي هم الضلعين دول اللي هم هنا رأسيين، هنا مش باينين، باينين كأنهم نقطتين. وهذا يجعل انحراف المؤشر يتناسب طرديا مع شدة التيار في الملف فقط. يعني ساين سيتا ملهاش تأثير الدوران. ليه؟ تغلبت على حكاية ساين سيتا دي بتقعير الايه القطبي المغناطيس. طب ايه فايدة الحوامل اللي هي من العقيق دي اللي احنا هنكبرها دلوقتي ونوضحها، اللي هما دول فايدتهم الحاملين دول بيعملوا ايه؟ بيمنعوا الاحتكاك، لان طبعا الاسطوانه دي بتلف، والملف الملف ده سوري بيلف وبيلف، بيروح شمال ويمين كتير ووجوده في الدايره. فممكن الحوامل دي لو ما هياش من العقيق اللي هو معامل الاحتكاك بتاعه، يعني بيقاوم الاحتكاك بقوه، كان يحصل لهم بري. فبالتالي تبقى ما فيش الدوران، مش هيبقى سموث، او مش هيبقى يعني هيخش فاكتور تاني بقى في حركة الايه الدوران. لكن كده حركة دوران الملف بما ان الحوامل العقيق دي قوية بتمنع الاحتكاك، وكمان الالومنيا ده خفيف، فمش هيبقوا عائق او مش هيمثلوا مقاومة في الدوران، فهيكون الدوران مرتبط اكتر بشدة التيار. وعندي هنا مدخل ومخرج للتيار اللي هما الزنبركين دول، بيعملوا ايه بقى دول؟ اما التيار بيبدأ يخش في الملف ويحصل عزم بيسببه هما الملفين الزنبركيين دول، عزم ضد عزم الملف حتى يقف الملف وتؤخذ قراءة المؤشر. يعني الملف عايز يلف، هما بقى بيعملوا في وجود عزم ضد عزم الازدواج الناتج من مرور التيار الكهربي عشان المؤشر يقف عند نقطة معينة، ولما يقف يحصل اتزان بين القوة دي اللي هي ازدواج الازدواج عزم الازدواج الناتج من الملفين الزنبركيين وعزم الازدواج الناتج في الملف، فيقف المؤشر فناخد القرايه. وعند فصل التيار بيقوموا بقى بدور تاني، يبقى اول دور هما بيقوموا بيه نقدر ناخد القرايه بيهم، وتاني دور لما بيتفصل التيار الملفين دول طبعا مش هيبقى فيه عزم ازدواج ناتج من مرور التيار لما فصلنا التيار، فيبتدوا الملفين الزنبركيين دول يرجعوا الملف لوضعه الاصلي. يعني بيعيدوا الملف والمؤشر عند وضع الايه الصفر، عند وضع الصفر. طب ايه هي طريقة العمل؟ اول حاجة مرور التيار في الملف، يبدأ التيار قفلنا الدايرة، يمر التيار في الملف ويكون اتجاهه عند الطرف الايمن الى الداخل، داخل الورقة يعني. يبقى احنا هنقول ان التيار عند الطرف ده داخل عمودي على الصفحة، الفيض ماشي كده، التيار هنا خارج من الصفحة في الملف، هيحصل دوران للملف في مع عقارب الساعة، دي أول نقطة عند مرور التيار الكهربي. تاني نقطة، يتولد عزم ازدواج يعمل على دوران الملف والمؤشر مع عقارب الساعة، المؤشر ده هيتحرك كده مع عقارب الساعة. يتولد عزم ازدواج آخر ناشئ من، هيتولد عزم ازدواج آخر ناشئ من ايه؟ من لي اللفات الزنبركية، الملفات اللفات الزنبركية ديت عايزة تقاوم الحركة دي في عكس اتجاه الازدواج الناشئ عن التيار، في عكس اتجاه الازدواج اللي كده، دي هتعمل عكسه. يتزن الملف عندما يتساوي العزمين وتدل قراءة المؤشر على شدة التيار، يبقى هيحصل اتزان للملف ده عند ايه؟ عندما يتساوي العزمين وتدل القراية ديت، ويقف المؤشر وتدل القراية على شدة التيار. اذا قطع التيار يرجع المؤشر الى وضع الصفر اللي هو التدريج بفعل اللفات الزنبركية، وإذا عكس التيار يتحرك المؤشر في الاتجاه المضاد. يبقى دي طريقة العمل اللي احنا قلناها ديت، اسمعها مرة واثنين وثلاثة وافهمها، هتلاقيها موضوع بسيط جدا.